الثالثة بعد الظهر بتوقيت بيروت، نشرت من الميدان من تلفزيون المستقبل، نبدأها بالعناوين. المشنوق يقول سنواجه سرايا الاحتلال بكل الوسائل السلمية. مقبل يعلن أنه سيوقع قرار تأجيل تسريح لواء خير اليوم أو غدا. فصائل كردية تسيطر على مواقع للنظام السوري في الحسكة، ومقتل 3 عناصر من حزب الله بينهم قيادي في حلب. وفي النشرة تتابعون في الاقتصاد، بريطانيا تفرض ضرائب على المشروبات الغازية حفاظا على صحة مواطنيها. وفي الرياضة، أحمد أبو غوش يحرز ميدالية ذهبية للأردن في ريو ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه. غداة جلسة مجلس الوزراء وإخفاقه في تثبيت توافق ولو بالحد الأدنى حول التعيينات العسكرية، برز إعلان وزير الدفاع سمير مقبل من بكفية أنه سيصدر بين اليوم والغد قرار تأجيل تسريح الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع اللواء محمد خير كخطوة أولى في خيار التمديد للقادة العسكريين، وهو ما يفتح الوضع الحكومي على أكثر من احتمال. في هذا الوقت برز كلام لوزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق، أكد فيه أن ما يسمونها سرايا المقاومة باتت سرايا احتلال ولن نقبل بها تحت أي ظرف. كلام المشنوق جاء خلال كلمة ألقاها لمناسبة تكريم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دارة أحمد ناجي فارس في بلدة الشبانية، بحضور نيابي وسياسي وعسكري واجتماعي واقتصادي كبير. نرفض أن تكون التسوية اسما حركيا لأمرين هما الاستسلام والانتظار، فنحن لسنا تيار استسلام ولا تيار انتظار، بل تيار قرار. هذا ما أكده وزير الداخلية نهاد المشنوق خلال كلمة ألقاها لمناسبة تكريم مفتي الجمهورية اللبنانية الشيخ عبد اللطيف دريان في دارة أحمد ناجي فارس في بلدة الشبانية، بحضور نيابي وسياسي وعسكري واجتماعي واقتصادي كبير. أكيد في أسئلة عنكم بالسياسي، خاصة بعد اللي عم تسمعوه بالأيام الأخيرة من مقالات ومن مقابلات ومن أسئلة ومن أجوبة ومن افتعالات ومن اختراعات. على كل دكتور عمار والأخ محمد حاضرين كل الأحاديث الحقيقية حول اللي عم بيصير، واللي بقدر أقول أنه 90% منها ما بيشبه لا للنشر ولا للنقاش. مددنا اليد أكثر مما يحتمل أوفى الأوفياء بيننا، دفاعا عن كلمة سواء مع شركائنا في الوطن، ولم نلقى بصراحة إلا الإهمال مضموما والاهتمام شكلا، لكننا نرفض أن تكون تسوية اسما حركيا لأمرين، الاستسلام أو الانتظار. نحن لسنا تيارا مستسلما ولا تيار انتظار سياسي، نحن تيار قرار بتمثيلكم، بمحبتكم، بقدرتكم، بقوتكم، وبالتأكيد ولا لحظة رح نقبل أن نكون تيار استسلام سياسي ولا تيار انتظار سياسي. قريت اليوم انه سرايا المقاومة جيش من 50,000، شو خير بجمين 50,000، وانه في مهام داخلية لهذه السرايا. طيب شو مهام الداخلية؟ شو بتشتغل؟ في تهديد داخلي، وهذا التهديد الداخلي انه المقاومة ورأسها وانصارها مطلوبين في كل لبنان ومن كل الطوائف. طيب كيف من كل الطوائف؟ مين معكم؟ لكن عن شو عم تشتغلوا كل هالسنين؟ يعني فعلا شغله محيره، كيف من كل الطوائف؟ بعد ما قريت هذا الكلام بدي اقول انه لا، هي مش سرايا فتنه. هذا الكلام بياكد ان سرايا احتلال، وهذا احتلال لا نقبل به تحت اي ظرف من الظروف.
من جهته أكد مفتي الجمهورية أن الفراغ الرئاسي في لبنان طال جدا، ومن هنا أدعو إلى حوار جدي وصريح بين كل المكونات السياسية للوصول إلى تفاهم ينهي الفراغ الرئاسي بما يحفظ مصلحة الوطن العليا ومصلحة اللبنانيين. كما وجه المفتي تحية إلى الجيش اللبناني وتحية إلى القوى الأمنية وإلى وزارة الداخلية بالتحديد، وقال: أيها اللبنانيون، لدينا وزيرا للداخلية على قدر مسؤوليات الداخلية. في المواقف أيضا، أسف الرئيس ميشيل سليمان خلال اجتماع لقاء الجمهورية لما وصلت إليه الحال بسبب الاختلال الميثاقي الدستوري في غياب رأس الدولة. ورأى سليمان أن تأجيل تسريح القادة العسكريين ما هو إلا نتيجة حتمية لجريمة التمديد للفراغ الرئاسي منعا للوصول إلى فراغ عسكري، محذرا من خطورة المراوحة وترك البلاد لمصيرها على هامش الاهتمام الدولي وانتظار ترياق الحلول من الخارج. في ملف آخر، أعلن وزير الزراعة أكرم شهيب من الرابي أن لا مشكلة مع حزب الكتائب وأن المهم ألا تعود النفايات إلى الشارع. أكد وزير الزراعة أكرم شهيب أن ليس هناك من بلدية قادرة على أن تقوم بحل أزمة النفايات بمفردها، وكل البلديات أو معظمها طرحت الملف البيئي قبل الانتخابات وبعد الانتخابات لا أحد يعمل على الصعيد البيئي. شهيب وبعد لقائه رئيس تكتل التغيير والإصلاح النائب ميشيل عون في دارته قال: ليس بيننا وبين حزب الكتائب أي مشكلة ولا نريد أن نؤخذ إلى مشكل. مشكلة النفايات اللي هي نشأت مؤخرا نتيجة منع العمل في موقع برج حمود، وخاصة أن هذا الحل المؤقت الذي ليس هو الحل الأفضل، إنما هو الحل الممكن بظل رفض الخطة الأولى ورفض موضوع الترحيل. فما كان في أمام الحكومة إما تبقى النفايات منتشرة بين المنازل وفي الشوارع وفي المناطق وعانينا كلنا ما عانيناه، كان هذا الحل هو الحل المعقول، هو الحل المقبول لمرحلة معينة والممكن بظل الظروف الراهنة. فبالتالي عملية التأخير المتعهد عنده تايمينج، عنده وقت مبرمج، وفي مشكلة على المستوى مشكلة النفايات وعلى مستوى العقود اللي صايرة مع المتعهد خوري. بكل الحالات كمان كان في حكي واضح بهذا الموضوع، المهم أن لا تعود النفايات إلى الشارع. وبالنسبة لملف الرئاسة، قال وزير الزراعة أن الرئاسة مطلبنا الدائم، وهناك ملفات خلافية، إنما طاولة الحوار هي الطريق الأمثل للوصول إلى حلول للحريق الكبير الذي يحصل في البلد. وتعليقا على ما ورد في المؤتمر الصحفي الذي عقده النائب سامي الجميل، أوضحت شركتا سوكلين وسوكومي أن الجميل أورد معلومات خاطئة، وأكدت في بيان أن معمل التسبيخ في منطقة في برج حمود لم يتوقف عن العمل يوما واحدا، وأنه يستقبل يوميا 300 طن من النفايات العضوية، مشيرا إلى أن نسب الفرز والتمر هي تلك المنصوص عليها في العقود الموقعة مع الحكومة. وإذ رفض جميع الاتهامات السياسية التي أطلقها الجميل، أكد بيان شركتين أن سوكلين وسوكومي ليس لديهما أي ارتباط مع السلطة السياسية والسياسيين، وتعتمدان مبدأ الشفافية التامة. وختم البيان بالتأكيد أن إطلاق الاتهامات جزافا إنما يقع في خانة القدح والذم، على الاحتفاظ بكامل الحق في الملاحقة القضائية ضد كل ما يتعرض للشركتين. طلب وزير الخارجية جبران باسيل رفع شكوى عاجلة إلى مجلس الأمن عن الخروقات الإسرائيلية التي طالت كلا من بلدة الغجر ومزارع شبع المحتلتين، فيما أوقف جيش الاحتلال أعمال شق طريق عسكرية وعمل على سحب الجرافات والمعدات إلى نقطة خلفية داخل مزارع شبع المحتلة. في هذه الأثناء نفذ المئات من أبناء شبع والعرقوبة اعتصاما احتجاجيا على الخروقات الإسرائيلية، وقد اجتاز المعتصمون الخط الحدودي وصولا إلى الطريق العسكرية التي يعمل العدو على شقها في الطرف الشمالي من مواقعه، وتم رفع العلم اللبناني على السياج الشائك، في حين تحاول قوات اليونيفل وعبر اتصالات مكثفة تجريها مع الجيش اللبناني والإسرائيلي تحاول لجم أي تطور، كما تعمل اليونيفل أيضا على تسيير دوريات مكثفة على طول الخط الحدودي في المزارع. في شأن أمني آخر، يرتفع بوتيرة متسارعة عدد المطلوبين من مخيم عين الحلوة الذين يسلمون أنفسهم لمخابرات الجيش اللبناني. فاليوم سلم الفلسطيني محمد محمود المصري الملقب طنوس سلم نفسه للمخابرات لإنهاء ملفه الأمني، علما بأنه متهم بالانتماء إلى إحدى الجماعات الإرهابية. كذلك سلم اللبناني أحمد محمود حنيني نفسه لمخابرات الجيش، علما بأنه أحد مناصري الشيخ أحمد الأسير ممن فروا إلى تعمير عين الحلوة.
في عرسال استهدف الجيش اللبناني تحركات ومواقع الجماعات المسلحة في جرود البلدة وفي رأس بعلبك بقذائف المدفعية الثقيلة، وأفيد عن تدمير موقعين بشكل كامل وسقوط إصابات في صفوف المسلحين. في النشرة تتابعون بعد الفاصل. هادي يتهم الانقلابيين بنقل التجربة الإيرانية إلى اليمن. في سوريا انتزعت فصائل كردية السيطرة على مواقع للنظام في مدينة الحسكة، فيما استمرت عمليات الكر والفر في محيط الجبهات الشرقية لحلب. وذكرت مصادر ميدانية أن 3 مسلحين من حزب الله بينهم قيادي قتلوا في عشرة مع عشرة من قوات الأسد في منطقة الراموسة جنوب حلب. يكرر النظام السوري والميليشيات الموالية محاولات اقتحام بلدات حررتها فصائل المعارضة جنوب مدينة حلب، إلا أن الثوار بالمرصاد. المعارضة أحبطت محاولة أسدية لقطع طريق الإمداد للوحيد إلى الأحياء الشرقية لحلب، ودارت مواجهات عنيفة على محوري الراموسة والكلية الفنية الجوية، ما أدى إلى مقتل العشرات من الشبيحة. وأعلن ناشطون أن الثوار استهدفوا مجموعة من ميليشيات إيران في كمين خلال محاولة اقتحام دوار الطيارة في الراموسة، كما استهدفوا مقرا للتجمعات الميليشيات الموالية للنظام وهاجموا بصواريخ التاو دبابات وآليات أسدية. أما في منبج فذكرت وكالة أعماق التابعة لتنظيم داعش إن 30 عنصرا من قوات سوريا الديمقراطية الكردية قتلوا في هجوم بسيارة مفخخة يقودها انتحاري استهدفت تجمعا للوحدات الكردية في قرية جنوب منبج. في المقابل اندلعت مناوشات على الحدود السورية التركية في محيط بلدة الراعي التي خسرها داعش أمام قوات سوريا الديمقراطية، وبذلك باتت مدينة الباب التي يسيطر عليها التنظيم هدفا لأطراف عدة. في الحسكة استمرت الاشتباكات بين قوات الأمن الكردية الأسايش من جهة وقوات النظام السوري والميليشيات الموالية من جهة أخرى لليوم الثاني على التوالي، واتخذت منحا خطيرا إثر قصف طيران النظام على أحياء المدينة للمرة الأولى منذ اندلاع الثورة السورية. وفي ريف حماة بث المكتب الإعلامي لجيش العزة التابع للجيش السوري الحر شريط فيديو يظهر تدمير دبابة للنظام على حاجز زلين في ريف حماة الشمالي، وذلك بعد استهدافها بصاروخ تاو. هذا ووصلت طائرات الأسد عملية إحراق مدينة دارية في غوطة دمشق الغربية عبر استهدافها بقنابل تحوي مادة نابالم الحارقة المحرمة دوليا. وأكد المجلس المحلي لدارية خروج المستشفى الميداني الوحيد في المدينة المحاصرة عن الخدمة بعدما استهدفته من روحيات النظام بالقنابل والبراميل المتفجرة. أبدى دبلوماسيون غربيون ترحيبا حذرا بموافقة موسكو على اقتراح الموفد ستيفان دي ميستورا بهدنة إنسانية فورية من 48 ساعة كل أسبوع لإدخال المساعدات إلى حلب. الدبلوماسيون الغربيون أثاروا أيضا شكوكا بشأن دوافع موسكو وشددوا على ضرورة أن تتولى الأمم المتحدة مسؤولية عملية الإغاثة. أما المتحدث باسم مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية فأكد أن الشاحنات المحملة بالغذاء والماء والدواء مستعدة للتحرك فورا. تعليقا على صورة الطفل السوري عمران التي هزت العالم، سأل الرئيس سعد الحريري في تغريدة له على تويتر من هو الإرهابي، بشار الأسد وحلفائه أو الطفل عمران أو الطفل إيلان أو الصامت عن جرائم الأسد. وختم الرئيس الحريري تغريدته بنشر صورة الطفل عمران والطفل إيلان وكتب عليها حسبي الله ونعم الوكيل. وعلى مواقع التواصل الاجتماعي اتخذ فيديو انتشار الطفل الحلبي عمران من تحت الأنقاض ممنحا أبعد من مدى الصواريخ الروسية وسط إجماع على تخاذل العالم. تقرير رشا الحلبي. يشارف الصيف على نهايته في الولايات المتحدة الأمريكية. معظم أبناء الخمس سنوات إما يستمتعون بما تبقى من إجازتهم أم أنهم بدأوا عامهم الدراسي يلهون ويلعبون، لكن في طرف آخر من هذا العالم بعضهم يصارع الموت أو يموت. إنها كلمات كيت بولدن مقدمة نشرة أخبار CNN تعليقا على حادثة انتشال الطفل عمران دقنيش من تحت ركام في حلب. And what strikes me is we shed tears, but there are no tears here. He doesn't cry once. That little boy is in total shock. هول الصدمة التي تجسدت في عيني الطفل عمران كانت الحدث الأبرز وأخذت مدى أبعد من الصواريخ الروسية، فتصدر الخبر عناوين الصحف العالمية كما مواقع التواصل الاجتماعي.
إجماع الناشطين على تخاذل العالم ترجم بصورة مركبة توسط فيها الطفل عمران الرئيسين الأمريكي باراك أوباما والروسي فلاديمير بوتين، فيما ارتأى البعض وضع عمران على المقعد الفارغ لسوريا في القمة العربية التي عقدت أخيرا من غير مشاركتها. كما ذكر المغردون بحادثة غرق الطفل أيلان الكردي على الشواطئ التركية في إشارة إلى خيارات أطفال سوريا هاربون من الموت إليه أو مطمورون تحته. عمران من تحت الركام وصمة عار على جبين العالم، ولكن في المحصلة النتيجة واحدة، أرواح تفتك وذكريات أليمة أشبه بمشاهد رعب قد لا تفارق خيال الطفل عمران وأمثاله ممن كتب لهم العيش حتى إشعار آخر. وعد الرئيس التركي رجب طيب إردوغان بملاحقة الإرهابيين الذين يعرضون تركيا للخطر في كل المواقع. إردوغان أوضح أن الجهات الأمنية في بلاده تعلم بوقوف جماعة فتح الله جولن مع حزب العمال الكردستاني المعارض وتزوده بالمعلومات، كما شدد على أن الوحدات الكردية تشكل تهديدا لأمن تركيا القومي وأن بلاده قد تضطر إلى التدخل في شمال سوريا إذا لزم الأمر، وذكر بأن تركيا حذرت الغرب سابقا من إلقاء أسلحة جوا فوق سوريا كاشفا أن بعض تلك الأسلحة سقطت في أيدي المسلحين الأكراد وتنظيم داعش. أعلنت الخارجية الأمريكية أن الوزير جون كيري سيسافر إلى كينيا ونيجيريا والسعودية الأسبوع المقبل، ويناقش كيري في السعودية الأزمة اليمنية مع نظرائه في دول مجلس التعاون، فيما يركز في كينيا على عملية السلام في دولة جنوب السودان والانتقال السياسي في الصومال. اعترفت الإدارة الأمريكية بإفراجها عن 400 مليون دولار مستحقة لإيران عقب تأكدها من إطلاق 5 سجناء أمريكيين ومغادرتهم الأراضي الإيرانية. وكشف المتحدث باسم الخارجية الأمريكية جون كيربي بأن الوزارة سعت إلى الحفاظ على أقصى درجات الإمساك بزمام الأمور إلى حين الإفراج عن الأمريكيين بعدما ساورها القلق من أن تخلف إيران وعدها حيال إطلاق السجناء. ويناقض الاعتراف تصريحات سابقة للبيت الأبيض والخارجية الأمريكية الأمر الذي استغله المرشح الجمهوري للرئاسة دونالد ترامب. أكد الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي التصدي لمحاولة الانقلابيين نقل التجربة الإيرانية إلى اليمن في وقت تقترب قوة الشرعية من فك الحصار عن مدينة تعز واستعادة صنعاء بالتنسيق مع شيوخ قبائل وقيادات محلية. إن العمليات العسكرية ستتواصل حتى تطهير اليمن من شرور الانقلابيين. تعهدات الرئيس اليمني عبدرب منصور هادي هذه أمام سفراء الدول 18 ومساعدة وزير الخارجية الأمريكية تحسم المسار الختامي للأزمة وتؤكد أن قوات الشرعية تسعى لإيقاف ميليشيات الحوثي وصالح عن نقل التجربة الإيرانية إلى اليمن. عمليا أكد وزير الدولة اليمنية لمجلسي النواب والشورى عثمان مجلي أن صنعاء باتت شبه ساقطة، متحدثا عن تنسيق مع شيوخ قبائل وقيادات محلية في محيط العاصمة تجاوبت مع الشرعية في ظل الانتهاكات التي يمارسها الحوثيون والمخلوع صالح. في الميدان يواصل الجيش اليمني والمقاومة الشعبية بدعم جوي من طيران التحالف العربي التقدم في غالبية الجبهات ولا سيما في تعز، حيث كشف المتحدث الرسمي للجيش اليمني نجاح المرحلة الأولى من مهمة فتح المنفذ الغربي للمدينة وتحقيق تقدم في منطقة حسنات على الجبهة الشرقية على أن يفتح خط الضباب من جديد بعد تطهيره من الألغام التي زرعتها الميليشيات، وذلك بالتزامن مع هروب وانسحاب الانقلابيين على وقع قذائف المدفعية والدبابات. أما على الحدود في جازان فقصفت المدفعية السعودية بكثافة مواقع ومخابئ للميليشيات قبالة قرية الحثيرة وسط تمشيط مستمر لمروحيات الأباتشي على كامل الشريط الحدودي. هذا وأعلن التحالف العربي أن قواته استدرجت مجموعة من الانقلابيين حاولوا مهاجمة المناطق الحدودية قبالة نجران وقتلت 64 منهم وأسرت آخرين، كما ضبطت أسلحة وقذائف كانت في حوزتهم. على صعيد متصل عبر التحالف العربي عن أسفه الشديد لقرار منظمة أطباء بلا حدود إجلاء موظفيها من 6 مستوصفات في شمال اليمن، وأشار التحالف في بيان إلى سعيه لعقد اجتماعات عاجلة مع المنظمة الدولية مشددا على التزامه واحترامه الكامل للقانون الإنساني الدولي في كل عملياته في اليمن.
يواصل الجيش العراقي عملياته جنوب شرق مدينة الموصل تمهيدا لاستعادة السيطرة على بلدة القيارة من داعش. وتترافق التطورات الميدانية مع استياء لدى قيادات البشمركة من تصريحات باستبعادها من عملية استعادة السيطرة على الموصل. هذا ودعت الولايات المتحدة القوات الكردية إلى العمل تحت إمرة الجيش العراقي، وذلك على خلفية قرار كردستان التمسك بالأراضي التي استعادتها من تنظيم داعش. أعلن خفر السواحل الإيطالي أنه انتشل 5 جثث لمهاجرين وأنقذ نحو 500 آخرين بعد مجموعة من عمليات الإنقاذ في البحر المتوسط. وأوضح الجهاز الإيطالي أن المهاجرين انتشلوا من قاربين مطاطيين كبيرين و9 قوارب أصغر، لكنه لم يذكر تفاصيل بشأن موت حتفهم. وأظهرت أحدث بيانات من المنظمة الدولية للهجرة أن أكثر من 100,000 مهاجر وصلوا إلى إيطاليا بحرا هذه السنة، أبحر كثير منهم من ليبيا. أقرت الأمم المتحدة بأنها كانت متورطة في إدخال الكوليرا إلى هايتي، وأكد باحثون وجود أدلة على أن الكوليرا دخلت أكبر نهر في هايتي عبر مياه صرف صحي غير معالجة بشكل كاف من قاعدة حفظ سلام تابعة للأمم المتحدة. وبعدما رفضت الأمم المتحدة في البداية تحمل المسؤولية، أصدرت بيانا يتضمن إشارات إلى القبول ببعض المسؤولية، معتبرة أنها تحتاج إلى القيام بالكثير لإنهاء معاناة الذين تأثروا ويتجاوز عددهم 800,000، وهو ما رحب به محامون عن الضحايا. بعد الفاصل تتابعون. جامعة الأيو ومؤسسة الحريري تجددان الشراكة بينهما ل5 سنوات. أهلا بكم من جديد إلى نشرة من الميدان تابعتم فيها. المشروق يقول سنواجه سرايا الاحتلال بكل الوسائل السلمية. مقبل يعلن أنه سيوقع قرار تأجيل تسريح لواء خير اليوم أو غدا. فصائل كردية تسيطر على مواقع للنظام السوري في الحسكة، ومقتل 3 عناصر من حزب الله بينهم قيادي في حلب. دعا رئيس مجلس النواب نبيه بري لجنتي الإدارة والعدل والدفاع الوطني والداخلية والبلديات لعقد جلسة مشتركة يوم الثلاثاء في 23 من المقبل لدرس اقتراحي قانون اللامركزية الإدارية المقدمين من النائبين روبير غانم وسامي الجميل. في سراي الحكومي التقى رئيس الحكومة تمام سلام وزير الاقتصاد المستقيل ألا حكيم، يرافقه مدير عام مؤسسة الحبوب والشمندر السكري حنا العميل. كما التقى المنسقة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة سيغريت كاغ، وبحث معها الأوضاع والتطورات في لبنان والمنطقة. بحث وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق مع رئيس حزب الحوار الوطني فؤاد مخزومي الشؤون المحلية. وقد تمنى مخزومي أن يشكل قانون الانتخاب اللبنة الأساسية للتغيير، وجدد التأكيد أن شلل مؤسسات الدولة والفراغ المتمادي في سدة الرئاسة وغياب المحاسبة واستشراء الفساد يحول دون الحصول على دعم المؤسسات المانحة. وقعت الجامعة اللبنانية الأمريكية ومؤسسة الحرير للتنمية البشرية المستدامة اتفاقية تجديد الشراكة بينهما ل5 سنوات أخرى. وقد أعلنت النائب بهية الحريري عن تأسيس مركز ثان لأكاديمية القيادة والتواصل العلا في بيروت وطرابلس بعد انطلاقتها الناجحة في صيدا. وقعت رئيسة مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة النائب بهية الحريري اتفاقية تجديد الشراكة مع الجامعة اللبنانية الأمريكية ل5 سنوات مقبلة في حرم الجامعة في بيروت. الاتفاقية تركزت على توسيع نموذج جامعة الدول العربية وإشراك عدد أكبر من المدارس الرسمية والخاصة من مختلف المناطق اللبنانية، وإطلاق نموذج محاكاة جديد للقيادة هو نموذج الاتحاد الأوروبي. الحريري أعلنت عن تأسيس مركز ثان لأكاديمية القيادة والتواصل العلا في العاصمة بيروت بعد انطلاقتها الناجحة من صيدا، منوهة بجهود فريق العمل المشترك بين الجامعة والمؤسسة. جديدنا السنة رح يكون هو مع ثانوية رفيق الحريري، اللي هي كمان إن شاء الله بتكون عم تطمح للعالمية بهالاتفاقية اللي نحن بيننا وبين الايو، والحماس اللي موجود اكيد بده يكمل. يعني علا حتنتقل لبيروت علا 2، وطرابلس بالقريب العاجل، يعني مش انه حتكون بعيدة يمكن خلال هالسنة. هيدا شجعنا كتير انه ننطلق بنموذج جديد
دكتور إلي اللي هو نموذج الاتحاد الأوروبي كمان إن شاء الله قريبا. الجامعة لم تعد في إطارها التقليدي بل إنها تذهب لملاقات المجتمع، وهي مساحة للتنوير والتعليم والتمكين، ومساحة اعتدال لخلق مجتمع مدني قوي ومستدام، خاصة في هذه الظروف التي نعيشها. كما شملت الاتفاقية التطوير المهني والقيادي لثانوية رفيق الحريري في صيدا عبر تطوير الآليات والأساليب والممارسات الإدارية، بالإضافة إلى برنامج علم القيادة الذي يتضمن ورش عمل يتوج بورشة ختامية في مقر الجامعة الرئيسي في نيويورك. وفي الختام كان عرض من مساعد نائب رئيس الجامعة لشؤون التواصل الخارجي والالتزام المدني البروفيسور إلي سمية لأبرز البرامج والمشاريع التي نفذت بالشراكة بين الجامعة وال مؤسسة خلال السنوات القليلة الماضية. وجه وزير البيئة محمد المشنوق كتابا إلى وزير الطاقة أرتور ناذريان طلبه فيه بإجراءات تخفض المخاطر والضغوط في مشروع سد جني، مقترحا البت بموضوع الاتصال المائي المزعوم بين نهر إبراهيم وجعيتة وخطر الزلازل وتصميم السد والتجهيز لمواجهة الطوارئ. الاعتداءات على حوض نبع البياضة مستمرة والأهالي يعتصمون. نفذ مزارعو بساتين بعلبك وأصحاب الحقوق بمياه رأس العين وفعاليات المجتمع المدني اعتصاما على ضفة نبع البياضة احتجاجا على جفاف مياه البركة ونهر رأس العين نتيجة الاعتداءات على حوضه. حفر أكثر من بئر ارتوازي أصابت جميعها وبشكل مباشر حوض الماء الكبير الذي تتغذى منه البياضة، كما وأن سوء استغلال المياه هذه الأبار أدى إلى انقطاع المياه عن بركة البياضة وبالتالي أدى إلى جفاف نهر رأس العين. فعاليات المدينة أكدت أن نبع رأس العين والبياضة معلم تاريخي متلازم مع هياكل بعلبك، ونهر رأس العين كان يروي إضافة إلى بعلبك دير الأحمر وبتدعي وشليفة وإيعات. أعلنت وزارة العمل تعليق إعطاء إجازات عمل للعاملات النيباليات لأن استقدامهن إلى لبنان يجب أن يخضع للقوانين اللبنانية ولا يستغله أحد لفرض رسوم خارج الرسوم العادية، الأمر الذي لا يتوفر حاليا. وأوضحت الوزارة أنها تلقت اتصالات من سفارة النيبال في القاهرة تفيد بأنها سترعى عمليات مجيء العاملات النيباليات إلى لبنان من خلال السفارة في القاهرة، علما أن هذه السفارة ليس لديها أي صفة تمثيلية لدى الحكومة اللبنانية، مشيرة إلى أن القنصل هناك يطلب مع أحد المواطنين اللبنانيين رسم $1,000 بدل استخدام أي عامل نيبالي و$10,000 عن كل مكتب استقدام يرغب بالاستعانة باليد العاملة النيبالية. بعد الفاصل في الاقتصاد. الدولار يتحسن قليلا لكنه يتجه إلى المزيد من التراجع. والآن جولة على الأخبار الاقتصادية، تفضل باسل. شكرا لينا، أهلا بكم. ارتفع الدولار الأمريكي قليلا اليوم لكنه يتجه لتكبد خسارة أسبوعية تزيد عن 1% أمام العملات الرئيسية الأخرى، متأثرا بانحسار توقعات المستثمرين لرفع أسعار الفائدة الأمريكية هذا العام. وهيمنت على تداولات الأسبوع الحالي مجموعة من الإشارات المتباينة التي أصدرها صناع السياسات في مجلس الاحتياطي الاتحادي أي البنك المركزي الأمريكي. وأظهر محضر أحدث اجتماعات البنك يوم الأربعاء أن صناع السياسات منقسمون حول المضي قدما في رفع أسعار الفائدة سريعا. وانخفض مؤشر الدولار الأمريكي الذي يقيس أداء العملة أمام سلة من 6 عملات رئيسية بنسبة 1.4% منذ بداية الأسبوع، رغم ارتفاعه 0.2% اليوم مسجلا 94.39. أغلق البنك المركزي المصري 53 شركة صرافة منذ بداية العام لتلاعبها في أسعار بيع العملة الصعبة ومخالفات أخرى. ويأتي تحرك المركز بعد القفزات الكبيرة التي شهدها سعر الدولار الأمريكي في السوق الموازية خلال الأشهر القليلة الماضية ليبلغ مستوى 13.50 جنيه الشهر الماضي، قبل أن يتراجع إلى 12.70 يوم الخميس وفقا لمتعاملين. وبين 53 شركة صرافة تم إغلاق 26 نهائيا و27 تم إغلاقها بين 3 أشهر وعام. ووافق مجلس النواب المصري في وقت سابق هذا الشهر على مشروع قانون لتغليظ العقوبة على من يتعاملون في العملة الأجنبية خارج القنوات الرسمية، وذلك في تصعيد لحملة البنك المركزي على السوق السوداء التي يقول إنها تزعزع استقرار العملة المحلية.
ارتفعت أسعار النفط العالمية أو أسعار النفط الخام فوق $51 للبرميل اليوم لتصل لأعلى مستوى لها في 8 أسابيع، ولا تزال أسعار برنت في موجة صعود رفعت السوق أكثر من 20% منذ أوائل الشهر الحالي. وكان الخام قد بلغ $51.22 للبرميل في وقت سابق، وجرى تداول خام برنت خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي في العقود الأجلة عند $48.69 للبرميل بزيادة 47 سنت أو 1% عن الإغلاق السابق. ويقول وزير النفط النيجيري إن من المستبعد خفض إنتاج منظمة أوبك، لكن هناك آمال بأن يسهم اجتماع المنتجين في الجزائر الشهر المقبل في دعم أسعار الخام. غير أن بعض المحللين والتجار حذروا من أن موجة الصعود مبالغ فيها، خصوصا وأن المحادثات المزمعة بين أوبك وكبار المنتجين خارجها مثل روسيا بشأن كبح فائض الإنتاج المتزايد من المستبعد أن تؤدي إلى تقليص تخمة المعروض. قرر بنك الاستثمار الأمريكي جي بي مورغان إدراج السندات الإسلامية السكوك في مؤشراته للأسواق الناشئة، وذلك للمرة الأولى في وقت لاحق هذا العام. وسيدرج البنك الذي يدير معظم المؤشرات القياسية الأوسع استخداما لديون الأسواق الناشئة 8 صكوك في باقة مؤشراته بدءا من 31 من أكتوبر تشرين الأول. وقال جي بي مورغان في تقرير بحثي إلى الزبائن اطلعت عليه وكالة رويترز، قال إنه اتخذ القرار بعد أن أجرى مراجعة سنوية للحوكمة. والصكوك 8 التي سيدرجها البنك في مؤشره مقومة بالدولار ومصدرة من تركيا وماليزيا وإندونيسيا. ومن عالم المصارف إلى عالم الهواتف الذكية، حيث تستعد شركة أبل لإطلاق الجيل الجديد من هواتف آيفون خلال شهر أيلول المقبل آيفون 7. وينتظر الملايين من محبي منتجات الشركة الإعلان الرسمي عن الجهاز، حيث يفصلنا أقل من شهر عن تاريخ كشف الشركة عن هاتفها الجديد آيفون 7، والذي من المتوقع وحسب معلوماتنا أنه سيتم طرح الجهاز رسميا يوم 6 أيلول سبتمبر المقبل. أعلنت الحكومة البريطانية أنها ستفرض ضرائب على الشركات التي تبيع منتجات المشروبات الغازية، مشيرة إلى أنها ستستثمر هذه الأموال في برامج صحية للأطفال في إطار استراتيجيتها لمكافحة السمنة. وتسببت هذه الخطة في غضب واسع النطاق للشركات المسؤولة عن صناعة المشروبات الغازية، والتي حاولت خفض مستوى السكريات في منتجاتها، حيث أن الأطفال في المملكة المتحدة الذين تتراوح أعمارهم بين 2 و15 عاما يعانون من السمنة المفرطة أو زيادة الوزن. وفي بيان مفصل عن الاستراتيجية التي تم العمل عليها لسنوات، قالت وزارة المالية إن السمنة المفرطة تكلف بريطانيا مليارات الدولارات سنويا في برامج مكافحتها والحفاظ على صحة الأطفال. ورغم هذا التوجه الملحوظ في بريطانيا إلا أن الحملات الصحية انتقدت الاستراتيجية ووصفتها بالضعيفة وغير الكافية. هذا كل شيء في أخبار الاقتصاد والتكنولوجيا، إلى اللقاء. أما في الرياضة فتتابعون بعد الفاصل. بولت يسطر اسمه مجددا من ذهب في ريو. وهلا رياضة مع هبة يلي من إلا هابي بيرثدي لهبة. ثانك يو لينا. مساء الخير. أحرز الأردني أحمد أبو غوش ذهبية وزن تحت 68 كيلوغرام بالتايكواندو ضمن دورة الألعاب الأولمبية بريو بفوزه على الروسي أليكسي دينيكسو 10-6 بالمباراة النهائية. ونجح أبو غوش بتسجيل اسم الأردن على جدول الميداليات للمرة الأولى بتاريخ مشاركاته بالألعاب الأولمبية، حيث تعتبر هالميدالية هي الأولى للأردن بتاريخ مشاركاتها بالألعاب الأولمبية. بدوره حقق العداء الجامايكي أوسين بولت ثاني ميدالية ذهبية له برصيده بعد تتويجه بسباق ال 200 متر، وسجل بولت وقت قدر ب 19.74 جزء من الثانية، متفوق على الثنائي الكندي أندري دوغراس يلي نال الفضية والفرنسي كريستوف لوميتر صاحب البرونزية. أحرز الأمريكي كارون كليمن ذهبية 400 متر حواجز بمنافسات ألعاب القوى
حيث حقق كليمنت 47.73 جزء من الثانية، وهو أفضل رقم له هالسنة. أيضا بالمنافسات، حققت الولايات المتحدة الأمريكية ثلاثية تاريخية بسباق 100 متر حواجز ضمن منافسات ألعاب القوى، حيث كانت المراكز الثلاثة الأولى من نصيب سيداتها. احتفظ البريطاني اليستر براون لي بذهبية التياتلون بدورة الألعاب الأولمبية، حيث تقدم على شقيقه جوناثان يلي أحرز الفضية، في حين حصل الجنوب أفريقي هنري شومان على البرونزية. أيضا ضمن رياضة ألعاب القوى، أحرز الأمريكي راين كروزر ذهبية رمي الكرة الحديدية، حيث رمى العملاق كروزر الكرة لمسافة 22.52 ليحقق رقم أولمبي جديد ويحتل المركز الأول أمام مواطنه جو كوفاكاش يلي نال الفضية، في حين كانت البرونزية من نصيب النيوزيلندي توماس وولتش. أحرزت الأمريكية ألان لويز ماروليز ذهبية وزن 53 كيلوغرام بالمصارعة الحرة، وأصبحت أول سيدة تحرز ذهبية للولايات المتحدة الأمريكية برياضة المصارعة بتغلبها على بطلة العالم 13 مرة اليابانية يوشيدا. أحرزت أيضا اليابانيتين ميساكي وهاتشي ذهبية زوجة البادمنتون للسيدات بعد مباراة نارية بين الطرفين. دائما مع نتائج ريو، حيث فازت سيدات الولايات المتحدة الأمريكية لكرة السلة على المنتخب الفرنسي بفارق 19 نقطة ضمن نصف نهائي إذن الأولمبياد ليحجزوا مكانهم بالنهائي. وكانت سيدات الولايات المتحدة تفوقوا على مدى أشواط المباراة، حيث انتهى النصف الأول بتقدم أمريكا بنتيجة 40-36 قبل ما يوسعوا الفارق بربع الثالث إلى 21 نقطة، وقبل ما ينتهي اللقاء بنتيجة 86-67. ورح يواجهوا سيدات أمريكا في النهائي سيدات إسبانيا يلي تغلبوا بدورهم بنصف النهائي الثاني على سيدات صربيا بنتيجة 68 نقطة مقابل 54. وفي الختام، أحرزت الصينية كيان ران ذهبية الغطس من منصة ثابتة ارتفاع 10 متر، وأهدت ران يلي عمرها 15 سنة فقط الصين الذهبية السادسة بسبع مسابقات. ختام نشرتنا الرياضية، شكرا للمتابعة وإلى اللقاء. وننهي النشرة بالتذكير بأبرز عناوينها. المشنوق يقول سنواجه سرايا الاحتلال بكل الوسائل السلمية. مقبل يعلن أنه سيوقع قرار تأجيل تسريح لواء خير اليوم أو غدا. فصائل كردية تسيطر على مواقع للنظام السوري في الحسكة، ومقتل 3 عناصر من حزب الله بينهم قيادي في حلب. في الاقتصاد، بريطانيا تفرض ضرائب على المشروبات الغازية حفاظا على صحة مواطنيها. ورياضيا، أحمد أبو غوش يحرز ميدالية ذهبية للأردن في الريو ويدخل التاريخ من أوسع أبوابه. نشكركم، إلى اللقاء.